سجلوه بمدرسة الصبيان ومصاريفه بتتسدد من خزينتي الشخصية. بأمرك مولاتي السلطانة. سلطانة، مولاي لازم يعرف بهالموضوع لأنه ما بيصير نخبي عليه. ما رح نخبي عليه يا كمال كيتش. طلع معك حق يا باشا، مولانا وافق على طلبي. أي طلب يا أمير؟ وقت اللي خبرته أن أمي كتير مريضة سمح لها تجي على القصر، وأخيراً رح أرجع أشوفها بعد هالسنين. إيه الحمد لله، السلطانة جول بهار رح تكون مبسوطة بهالشي. إن شاء الله السلطانة قسم ما تكون دريت ساعتها رح تمنعها من الرجعة. معقول أنا أروح أخبرها؟ مع أنه أخي السلطان عطى القرار وما بظن في حدا بيقدر يمنعه، بس أنا وضع مولانا قلقني كتير يا باشا. وضعه مو منيح، امبارح رمى راهب من فوق سجن الأبراج السبعة. رمى راهب؟ ايه راهب، وهالراهب اسمه لورينزو، وهو واحد من منظمة فرسان الهيكل. امبارح اللي عرفنا هالشي. وما اعترف لكم على البقية؟ ما حكى شي؟ سمو الأمير بايزيد، عذراً عن المقاطعة، بس مولانا السلطان طالبك تروح لعنده. ما سموك المجنون على الفاضي معناته. أنا بحيي فيك شجاعتك، مع أنه بحركة واحدة كان فيني طير راسك، بس أنت رجل شجاع، جسمك قوي وبيتحمل. روحي فداك يا مولاي. مولاي تعال سنان باشا، تعال. طلعنا عايشين بين الأفاعي والتعابين يا باشا، وما عم نميز العدو من الصديق. بس أنت مالك من الأعداء، مزبوط ولا لا؟ ما يكون عندكم أي شك بهالشي يا مولاي، دائماً أنا مخلص لكم بإذن الله. وأنا ما عندي شك أبداً، أنت من أهم وزرائي، وكل وراء الدولة السرية الخاصة بتمر من تحت إيدك. لهيك هلأ أنا بعتت وراك، بديك تكتب لي فرمان، وهالفرمان هاد بتبعته لمحمد باشا على البوسنة. هاد الفرمان سري جداً وبخص الأميرة فاريا.